السلام عليكم، معاكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. علامة واحدة قد تدل على وجود سرطان البروستاتا. في الفيديو ده بالنسبة للناس اللي عندها بناين بروستاتيك هايبربليزيا، اللي هو ورم البروستاتا الحميد اللي بيجي للناس العواجيز اللي زي حالاتي كده، بيبقوا معتادين على بعض الأعراض اللي مصاحباهم كل يوم، من ضمنها تكرار التبول أثناء الليل، من ضمنها صعوبة أثناء التبول، ما بينزلش البول بسرعة، ثلاثة إن دفعة البول مش زي الأول، أصبحت ضعيفة، أربعة ممكن تجيلهم حصرة، يعني يبقى مزنوق في لما يجيله الرغبة إنه يتبول يبقى مزنوق وعايز يتبول بسرعة. ديت علامات بتيجي للناس اللي عندها تضخم في البروستات الحميد اللي بيجي للناس زي ما قلنا بعد سن تقريبا 50. هو البروستاتا بصفة عامة الأمراض اللي فيها بنقدر نتوقع ايه هي من العمر الإنسان، يعني الشباب تحت سن 40 لما بيبقى فيه مشكلة في البروستاتا فبنتوقع أول حاجة التهابات عدوى في البروستاتا. من 40 بقى لحد 60-65 لما يكون فيه مشكلة مشاكل في البول وما إلى ذلك تتعلق بروستاتا، ونتوقع مشكلة في البروستاتا بتكون المشكلة في الغالب هي ورم البروستاتا الحميد. أما بعد سن 65 فيما فوق فلما يكون في هذه الأعراض بنتوقع سرطان البروستاتا أو ورم البروستاتا الحميد. فإخواننا الكبار السن لما يكون عندهم ورم البروستاتا الحميد وعندهم هذه الأعراض لفترة طويلة يلاحظوا حاجة معينة، لو في عرض قد يستجد عليهم، في عرض قد يستجد عليهم، هذا العرض إذا حصل أو هذه العلامة إذا حصلت يبقى لازم يتوقع ان احتمال يكون اتحول من ورم حميد، ورم بروستاتا حميد، الى سرطان لا قدر الله، وبالتالي يروح يكشف بسرعة كشف سريري ويعمل الفحوصات اللازمة زي ما نتكلم حاليا في الفيديو، والمقال مكتوب في الموقع بتاعي بتاع الدكتور هلال بالتفصيل اللي حب يقرأ ويطلع عليه. ونفكركم بانكم تعملوا سبسكرايب اشتراك، وانكم تعملوا لايك، وتعملوا تشير او شير مشاركة للفيديو لاصحابكم وحبايبكم عشان تعم الصدقة وننشر الكلمة الطيبة. خليكم بقى معايا عشان نشوف بقية الفيديو. علامة بسيطة ممكن تدل على ان عندك سرطان البروستاتا، ايه الحل؟ السرطان ايا كان زي ما احنا عارفين هو عبارة عن نمو الخلايا غير المنضبط، نمو ليس في تحت اي تحكم، وكلنا نعرف ان الخلايا هي اللبنة الاساسية التي يتكون منها الجسم، فنمو هذه الخلايا غير منضبط يكون كتل من الخلايا تسمى سرطان. وسرطان البروستاتا نفس الشيء، وهو من الامراض الخطيرة جدا ويعتبر من اشهر انواع السرطان عند الرجال في بعض الدول زي بريطانيا، وبصفة عامة وعلى مستوى العالم يعد أحد أكثر ثلاث سرطانات مشهورة عند الرجال. السرطانات اللي بتيجي للرجال بصفة عامة المشهورة هي زي ما واضح في الرسمة ديت، عبارة عن سرطان البروستاتا، سرطان الرئة، سرطان القولون، سرطان المثانة، سرطان الغدد الليمفاوية، والرسمة هنا مبينها، سرطان الكولوريكتوم، سرطان القولون هو أكتر واحد منتشر، ويلي سرطان البروستاتا وسرطان الرئة ثم سرطان الكبد وسرطان الغدد الليمفاوية. مشكلة السرطان بتاع البروستاتا ان انت ما بتشعرش بالمرض في بداياته، ويوم ما بتشعر بيه بيكون انتشر الى خارج البروستاتا. ومن هنا مهم جدا ان احنا نعرف ايه العلامات الاولى لهذا السرطان، لان علاجه في الاوقات المبكرة بيكون سهل جدا، غير لما ينتشر بيبقى علاجه يعتبر شيء صعب. زي ما واضح في الرسم هنا، لو ان سرطان البروستاتا كان موجود فقط داخل غدة البروستاتا او فقط في منطقة الحوض، فرصة الشفاء منه تكاد تكون 100%. لكن لو انتشر خارج منطقة الحوض ففرصة الشفاء بتاعته بتقل إلى حوالي 30%. بداية نقول إن سرطان البروستاتا هو عبارة عن سرطان في غدة البروستاتا، وغدة البروستاتا للي مش واخدين بالهم هي غدة صغيرة موجودة عند الرجل، غدة صغيرة على شكل جوزة الهند، ولا تظهر أعراض سرطان البروستاتا عادة إلا بعد أن يستفحل، ويصبح حجم البروستاتا كبير وينتشر إلى أعضاء أخرى غير البروستاتا.
مشكلة البروستاتا السرطان زي أي ورم، إن هو لما البروستاتا بتتضخم بتبتدي تضغط على الحالب، وبالتالي يبتدي الإنسان يشتكي من مشاكل في التبول، زيها بالظبط زي أي مشكلة في البروستاتا تنتج عنها تضخم في البروستاتا. فاللي عنده تضخم بروستاتا حميد بيبقى معتاد على مشاكل البول، وهي علامات مشتركة ما بين تضخم أو تورم البروستاتا الحميد اللي بيجي عند كبار السن من الرجال ومع سرطان البروستاتا، والعلامات ديت بصفة عامة مشتركة أيضا في التهابات البروستاتا. يعني التهابات البروستاتا، تضخم البروستاتا الحميد، سرطان البروستاتا، جامعهم بيجي بمشاكل في التبول. ومن أول العلامات اللي بتظهر لسرطان البروستاتا بمجرد من إن هو يبتدي ينتشر في بداياته المبكرة هو ألم في العظام، والعظام هي من الأماكن التي أو المشهورة التي ينتشر إليها سرطان البروستاتا. هذا الألم الذي ينشأ من العظام يكون مستمر في معظم الوقت وممكن أن يوقظ المريض ليلا. وزي ما قلت، العظام من الأماكن الأولى التي ينتشر إليها سرطان البروستاتا. سرطان البروستاتا ممكن ينتشر لأي مكان في الجسم، لكن معظم حالات السرطان بتنتشر في بضعة أماكن مشهورة، وهي العظام والغدد الليمفاوية والرئتين والكبد والدماغ. فالعظام من أحد الأماكن التي ينتشر إليها السرطان مبكرا، ومن العظام هي عظام الظهر وعظام الحوض لأنها أقرب مكان لغدة البروستاتا. فلما يبتدي ينتشر الخارج بينتشر عن طريق الأوعية الليمفاوية، فيوصل أول ما يوصل إلى العظام المحيطة به، وعظام الحوض وعظام الظهر، زي ما واضح كده في الرسم عندنا. الرسم عندنا هي موضحة، دي المثانة البلادر، ودي البروستات، وفيها الخلايا السرطانية، ودي عظام العمود الفقري آخره، ودي الغدد أو المجاري الليمفاوية. والرسم الأعلى اللي احنا وضحناه ده يبين عظام العمود الفقري والحوض الممكن انتشار السرطان إليها وتسبب ألما في الظهر. إيه العظام اللي بينتشر إليها السرطان؟ بتاع المثانة، الحوض، عظام الحوض، عظام العمود الفقري، الضلوع، الجمجمة. كل هذا الألم بيبقى في العظام مصحوب بالعلامات اللي احنا قلنا عليها بالنسبة لمشكلة البول، اللي هي عبارة عن حرقان في البول، ألم أثناء التبول، صعوبة في التبول، صعوبة البداية، يعني صعب انك تبتدي التبول، وصعوبة ايضا انك تنتهي من التبول، ضعف تدفق البول اثناء التبول، تكرار التبول في الليل، فقدان السيطرة على البول، ويمكن توصل الى حد الايه ان الواحد يفقد السيطرة ويتبول على نفسه، دريبلينج، وممكن يظهر دم في البول او السائل المنوي، وعدم ارتياح في منطقة الحوض، وألام العظام، وممكن ايضا يأتي مع ضعف الانتصاب. فاذا العلامة اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي المبكرة جدا وتدل على ان في سرطان بروستاتا وبدأ ينتشر، هي نتيجة انتشار او وصول السرطان الى عظام العمود الفقري والحوض، فبيجي الانسان يشعر بألم في منطقة الظهر. فالألم في منطقة الظهر هو يعد احد العلامات المبكرة لسرطان البروستاتا. وجود ألم الظهر ليس دليل قطع على وجود السرطان البروستاتا، ولكنه مؤشر يجعلك تسرع بعمل كشف طبي عند الطبيب وعمل الفحوصات اللازمة للتأكد من حالة البروستاتا. وملخص الفحوصات التي تتم: الكشف الطبي عند الطبيب بيكشف على البروستاتا عن طريق الفحص بالأصبع من الشرج، يشوف حجم البروستاتا، هل فيها لوبيولز، هل فيها كلاكيع ناشفة أو جامدة، ده الفحص الطبي أو الفحص السريري. وبعدين عمل تحليل دم للبي اس اي، بروستاتيك سبيسيفيك انتيجين، ونشوف مستواه. وثالث حاجة بنعمل موجات صوتية برضو عشان نشوف حجم البروستاتا ومدى انتشارها، ان منتشرة فين، ضغط على المثانة ولا الحالب، وهل في هناك بقع توحي بوجود منطقة سرطانية ولا لا. اذا كان في مؤشرات قوية بوجود شيب او اشتباه في سرطان، بيتاخد عينة من البروستاتا بايوبسي وتعمل لها تحليل انسجة عشان نحدد اذا كان فعلا في انسجة سرطانية وخلايا سرطانية ولا لا. وبعد كده يتم العلاج. العلاج المبكر طبعا سهل جدا، وهو بإزالة البروستاتا بالطرق الجراحية الموجودة حديثا، وكلها أصبحت جراحات متقدمة ومش صعبة زي
زي زمان. فكده عرفنا العلامة الأولى اللي ممكن تدل على وجود هذا السرطان، فجميعا ناخد بالنا منها إذا لا قدر الله. وملخص كده سريع، إن لو واحد عنده تضخم حميد في البروستاتا ومعتاد على بعض الأعراض البولية، في عرض قد يستجد عليه. إذا لاحظ هذا العرض عليه إنه يسرع بالكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة اللي أنا شرحتها في الفيديو. هذا العرض هو ألم في الظهر، لأن ألم في الظهر قد يكون دليل مبكر على إن ظهر سرطان البروستاتا في بدايتها للانتشار، وبالتالي معرفة هذا الأمر مبكرا بيساعدنا على إن احنا نعالج سرطان البروستاتا علاج تام، والإنسان بيشفى منه شفاء تام. خلوا بالكم من الحتة دي قوي قوي لو سمحتم، وربنا يعافينا ويعافيكم من جميع الأمراض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.